العرش نتاعنا والناس الكل فزعت عرشنا كامل فزع. تم والله ثم جماعه من شتنا بوقت ثم جماعه من تونس جايين شفتك واش بس هوليا لا والله ذي ما جبت ليك حتى مسؤول بايين الساعه ها وين مشيت لبي ملقيها متلفت وعطيني بالظهر قاعد تحت الخروبه وقلت ليها بي ما تلفتش قلت ليه يا ابتيه احقرني قلت ليها يا أبي ما تلفتليش قلت ليها باي ها باي ها سكر فمك وبهاية توبيك إن شاء الله تنجي على العياط ونتكبر عياط من هوبينا نحن لا مرايا لا ثناري لا مانتا لا حتى شيء باي الساعة من كتر ما يمشي على الوديات طول النهار ويفحش قلت ليها باي سكر فمك نعمل هكا ونسجل ليه 50 دينار انسى فلوسك والله ما يكتبوا لي جيت نساسي فيك نعمل لك وسلم لي 50 دينار اخرى يا ودي قلت لك انسى فلوسك جينا نساسي ولا نستعطوا فيك وبهاية فيك انت الكلب نعمل لك وسلم لي 150 دينار ضربه واحده نعلة الله على الشيطان عمل هكا وخذها وتحملني عيني زغلت بالبكاء قعدنا هكاك قلت يا باي مش كان نبدل البوزيسيون باي قلت لك كان نبدل الحركه عمل هكا سيبني وعود الكهوث علي قعدنا كيك الجمع بعد هبطت يدي قلت لي ابي الحق انت عرب ابي حشتي بك في موضوع ابي بصراحة ناوي لمسكي لمسكي شكون شد لمسكي شوي ساعة خي انت بلغت بلغت ابي راني 30 سنة 30 سنة ما تقولش ابي ما جيتش الفرصة يعطيك فرصة تسك بين الواطي خذ تركيا هو انا العقل والرزانه والزين والعين تركيا بنت بصباح ما تصلح بك كان هي باي قلت لك تركيا ما تلعبليش قلت لك ما تبرمليش خذ اختها خذ اختها هو انا هشانة بنت السنين باي لا ما فهمتنيش باي ثم جماعه من تونس اليوم راهم جايين باي باش يخطبوك يخطبوني انا باي لا ما فهمتنيش يخطبوني انا يخطبوك انت لا باي ما فهمتنيش يخطبوك انت يخطبوني انا وليدي والله ما فهمتك اقعد غادي طلع عيط لامك السهارة 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 وخرجت ياما من غادي عاد واش تما واش بيك واش تما واش بيك او قال لك ثم جماعة من تونس جايين يخطبوا فيك يخطبوا فيا انا هبت يخطبوا فيا انا يخطبوا فيك انت هبت يخطبوا فيك انت يخطبوا فيا انا هبت يخطبوا فيا انا يخطبوا فيك انت قلت لها اقعد غادي خل عيط لاختك خير مش عيط لخالتك خير نجمة نجمة خرجت خالتي من غادي واش تما واش بيك واش تما واش بيك او قال لك تما شبعه من طول جاي يخطبوا فيك يا خطبه فيا انا هبت يخطبوا فيا انا يا خطبه فيك انت هبت يخطبوا فيا انا